اذا هلا بدنا نعرف فايند تي سي. تي سي هي سيميلاريتي ترانسفورميشن تو كنترولبل كانونيكال فورم. اوكي هلا هاي بدها تساوي ام عندي بتساوي تذكروا كانت بي اي بي اي سكوير بي وعندي بي بتساوي 0 0 0 0 0 1 وهاي فاي بي بتساوي ناقص خلينا احط الجواب النهائي راح احط هون 0 1 9 بامكانكم انتم تتاكدوا منها اي بي بتطلع 0 1 وناقص 9 بعدين اي سكوير بي سكوير بي بتطلع 1 ناقص 17 81 هي صار عندي بي واي بي واي سكوير بي فام لازم تكون وين بي 001 اي بي 01 ناقص 9 واي سكوير بي 1 17 81 ناقص 17 ناقص 17 المفروض يتاكد كمان ايش انه السيستم فول ستيت كنترولبل هل هو فول ستيت كنترولبل اسهل شيء تاخذ الديترمنت من هون واحد في هدول مش هيك قديش ام الديترمنت تبع ام راح يطلع واحد في سالب واحد اوكي هي هذا الجزء هلا دبليو دبليو من وين راح تيجي عندي دبليو هي the coefficients of the existing polynomial اللي راح تكون a n minus 1 a n minus 2 او a 2 a 1 1 راح تكون عندي a دبليو لازم تكون a 2 a 1 1 a 1 1 0 1 0 0 فدبليو بتطلع معنا 191 لاحظوا هون انه اهملنا راح تستفسر ليش احنا اهملنا A3 ما عندي تفسير علمي اعطيك اياه ها A2 قديش هي 191 A1 قديش 24 1 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 اوكي ماشي هاي عندي هون W هلا بنضرب M في W فتي سي بتساوي ام في دبليو قديش لازم تطلع الدايمنشنز تبعتها قلنا تي 3 في 3 فبتطلع تي 1 0 0 7 1 0 56 15 1 وانا بدي تي ماينس 1 ليش بدي تي ماينس 1؟ لانه كي بتساوي الالفاز في الايز في تي سي ماينس 1 وهاي هون عندي الفا 3 ماينس اي 3 الى اخره فتي سي ماينس 1 بدي اعمل تعرفوا تعملوا الانفرس لل 3 باي 3 ماتريكس لازم تعرف تعمل اوكي ما تيجوا على الفاينل انت بتقول لي بعرفش اطلع الانفرس ها بدك تتعلم تعرف تطلع الانفرس لل 3 باي 3 ماتريكس اذا بيطلع معنا هون فتي ماينس 1 بتطلع 1 0 0 ناقص 7 1 0 49 ناقص 15 1 هي عندي تي سي ماينس 1 جاهزه هلا صفى شو بدي اعمل الان بدي اضرب